السلام عليكم يا جماعة، وبإذن الله في الفيديو الثالث عن بإذن الله هنتكلم فيه عن إزاي أول حاجة نعمل ضغط للصوت. صوت الفيديو مثلا بتاعي شغلته كده وضعيف قوي، شايفين ضعيف، فعايز إن أنا أعليه. هضغط على الفيديو من هنا وهتيجي على علامة الصوت دي وهتدوس عليها وهترفع الخط ده لحد فوق خالص كده، وبعد كده هتدوس على كلمة ضاغط وهتدوس على كلمة الحجم اللي هي فوق دي اللي هي علامة صح، وشغل كده هتلاقي الصوت بقى عالي، بس انا عشان مركب المايك فانت مش سامع. بحيث ان احنا في النهاية نقدر نعمل كوبي لنفس الاستوديو الشخصي اللي انا عامله عندي في البيت بس تمام، اظن كده الفكرة وصلت لك حكاية ضغط الصوت.